ينضم إلينا حول هذا الموضوع مراسلنا في ريف حماة عدي سطوف. عدي، أرحب بك. كيف رصدت الكاميرا التفاعل الذي أبداه الأهالي في ريف حماة وفي مخيمات أطمة حول مدينة حلب والتضامن مع مدينة حلب؟ نعم، تحياتي لك مؤمن وللسادة المشاهدين. بداية الرحمة لشهداء حلب والشفاء العاجل للجرحى. نسأل الله أيضا الفرج لأهلنا المحاصرين في مدينة حلب. بداية، بسبب الهجمة الشرسة من قبل قوات النظام وميليشيات المساندة له على مدينة حلب وعلى أهلها المحاصرين، وبسبب شدة القصف الممنهج التي تتبعه طائرات روسيا، أدت إلى حشود كبيرة من المواطنين أرادوا التعبير عن آرائهم، أرادوا نصرة أهلهم، نصرة المستضعفين في حلب. لم يتمكنوا من فعل أي شيء، فقاموا بالتظاهر وبجمع أنفسهم والخروج في مظاهرات سلمية تطالب بتوحيد الفصائل وتطالب المجتمع الدولي قاطبة، وتطالب أيضا الحكومات العربية بالنظر إلى الأوضاع المأساوية في مدينة حلب من قتل للطواقم الطبية ومن استهداف المدنيين العزل، حيث بدت مدينة حلب اليوم هي عبارة عن خزان بشري يمكن يستطيع النظام من خلاله قتل أكبر عدد ممكن من المدنيين، وهو ما يفعله النظام يوميا في مدينة حلب. قال هؤلاء الناس بصوت 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 مجروح يريدون توحد الفصائل المقاتلة على الأرض، توحد كلمتهم، وذلك لنصرة أهلنا المستضعفين في حلب، لنصرة هؤلاء. غدا مؤمن المواطنين والنازحين من ارياف حماة والقاطنين في مخيمات النزوح ارادوا غدا وقفه تضامنيه او اضراب عن الطعام حتى اخلاء او ايقاف شلال الدم عن المدنيين العزل في مدينه حلب، وايجاد معبر امن او ايجاد اي حل يوقف شلال الدم ويوقف القصف الممنهج الذي تتعرض له مدينه حلب واحيائها الشرقيه بشكل يومي. هذه أهم الأشياء التي أراد المواطنون والنازحون في مخيمات النزوح التعبير عنها، رغم الظروف القاسية، رغم المطر، رغم اشتداد البرد، رغم وحولة الطرقات. لم تثنهم هذه الأسباب القاهرة عن الخروج وعن تعبير عن رأيهم والوقوف والتضامن ولو بالأصوات مع أهلهم في حلب، وطلبوا أيضا من القادة توحد الصف والخروج أيضا لمساندة المقاتلين على الجبهات لفتح طريق إلى حلب وفك الحصار من حلب أو إيجاد أي حل يوقف شلال الدم والقتل الذي يجري في مدينة حلب. شكرا جزيلا لك عدي سطوف مراسلنا في حلب في حماة.